نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. انتبه اشقال انتبه اشقال. مش نحكيو على تونيسير والبي دي جي رئيسة المديرة العامة جديدة للخطوط الجوية التونسية سيدة ألفة الحامدي اللي منهارت تعيينها من 4 جانفي اللي تعدى وبرشا كلام تقال اصلا على التعيين نتاعها والسي في نتاعها والخبره نتاعها. اليوم باش تقف هي على شركه كبيره كيما تونيسير وشركه فيها برشا مشاكل، يعني برشا مديرين تعداو بهم حتى حد ما نجم يحل المشاكل هذوما الكل. البارح بعد تقريبا نقولوا 10 ايام 12 يوم من تعيينها، اقل 12 يوم من تعيينها حاجه كيما هكا، اون تو كا مشات عملت اجتماع بعدد من الموظفين وكانت متغشه طلعت على الطاوله وعملت خطاب طوله تقريبا 4 دقائق وصوروه وهبط على لي ريزو سوسيو ما بينات الكلام اللي قالته، وإحنا باش نرجعوا لاهم نقاط هذوما الكل وبعد نشوفوا رد نقابه شنو قالت. قالت اللي هي تحضر في الخدمه نتاعها عندها شهرين كاملين. انا كي شديت تونسيه لو 4 جانفي بون ديزون لو 4 جانفي صارت لانونس، ما شديت كان هات الجمعه 6:40 نتاع الصباح داكور. انا عندي شهرين راهو نعمل في ليتود نتاعي باش نشد تونسير، معناها ما جيتش مانيش حاضره. جيت أما جيت عملت أباري اللي عبادة تونسير يحبوا ينقذوا تونسير. هنا أول حاجة قالت عندي شهرين من قبل نحضر، باش تكون عندها شهرين تحضر، يعني عندها برشا دوسيات، عندها معلومات ماهيش متاحة للعموم باش هي تحضر بهم. مش كيفاش خرجوا المعلومات هذوما والدوسيات هذوما الكل، هذه برشا أسئلة سألوها اللي عينها هو اللي قال لها راك باش تولي، ما سهل لها باش تولي. قانونيا معناتها من المفروض انه الوثائق والمعطيات الخاصه بتيسير تعطى كان الشخص عنده المسؤوليه. انا قلت لك شكون هاجر معناتها شكون اللي معناتها شكون اللي مدلها الوثائق هو اللي عينها وزير النقل عينها ولا ما هو شهرين وقتها قداش عنده شد قلب شهرين من ولا عارفه اون توكا المعلومه المسؤول الكبير المسؤول الكبير فوالا ذيك نقطه استفهام ما نعرفوش شكون. حكيت زيد على شنو عملت من نهار اللي شدت حتى لليوم. بديت 6:40 تاع الصبح نهار الجمعه، عملت 48 نون ستوب، وانت بتعرفوا انا نخرج من جيبي باش الكاترين ترجع تخدم وكلكم فان ان فوا بار جور تتحط فيه فلوس وتخرج الماكله. انا جيت لقيت عباد لهنا رجال تبكي، راني جي بري اكسيون إيش نعمل كوميونيكي واضحة، يجوني فيها السي في نتاع العباد أنونيم كل باك أنونيم، والأرقام تبقى عند النقابة والأسامي تبقى عند النقابة، وأنا دي سي لو 28 نحل لكم المشكلة هذه. كانت رجال ولا مش كانت رجال؟ 95% منهم يروحوا أكثر من بعثت لهم شوكولاتة زاد. أنا ما عادش نحب دخول للديريكتور ودخول العباد كأن دو كلاس، معناها عبيد وحدة. فما باب واحد الناس تدخل الكراهب تدخل منه، الباب قدامي الناس كل تدخل بكراهبة من غادي الباركينج، الناس الكل تنجم تحط كراهبة وين تحب أبار السيركل هذايا بور موا إي بور لي زانفيتي. إي أون ديرنيير ديسيزيون، ما عادش نحب حتى بيرو في البنية هذايا يتسكر بالمفتاح. فوالا هذوما من حاجات من اللي قالت عملتهم. ما فهمتش علاش قالت كلمة رجال هكا، ما سمعت بصح. قالت كلمة رجال وقالت رجال تبكي قبل الحصيل وزوج جمال. ما بين الإنجازات اللي حكيت عليهم اللي هي خلصت من فلوسها باش الماكلة تطلع على الطيارة، اللي هي حاجة ما تجيش، ما نعرفش اسكو هي كي قرات في أمريكا علموها في إدارة المشاريع الكبرى أنها تخلص من مكتوبها باش الماكلة تخرج. باش كنت المحاسة معناتها هي تحب حاجة تنجح تقول لك جمال انفستي حتى من فلوس بيانكو قانونيا ما يجيش. هي حاجة مش معقولة شنو راكي؟ هي مش معقول ومعناتها ما تفهمش انه معناتها شركة الميزانية معناتها البيدجي لو شيفر دافير في العام ما نعرفش قداش من 100 مليون دينار، انه معناتها يقعد تقعد واقفة على ما نعرفش قداش من دينار باش تخرج طيارة مش معقول. هذه حاجة مش معقولة. كيف حكيت قالت لي اليوم هي خطر لي بي دي جي نتاع أكبر شركات الطيران في العالم على خطرها هي باش يجيو لتونس وباش يلقاو يعملوا هكا لجنة استشارية ويحكيو على تونسير. أنا نورمالمون نجي نعمل أنونس نتاع أدفايزري بورد مجلس استشاري، شكون جايبة فيه؟ جايبة فيه دي بي دي جي نتاع لي بلو كروند كومباني أيرين أو موند، جايبتهم في مجلس استشاري لتونسير على جايين جايين على خاطري، على خاطر أنا من الإكسبيريونس نتاعي على لترونجي كيشد ميجا بروجي ينجح، دونك أنا كي شديت تونسير معناها تونسير باش تنجح. ولا هذايا اللي قالته انهم البي دي جي معناتها البي دي جي نتاع الشركات الطيران العالميه باش يجيو في مجلس استشاري للتونسير. لا 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 مش للتونسير، خاطر مدام ألفة ولا خاطر مدام ألفة هي هكا في تقديري
مسألة ما شفتهاش قبل وصعيبة. معناتها أنت تصور أنت البي دي جي نتاع الإماراتية ولوفتانزا وإير فرانس باش يسيبوا اللي وراهم الكل ويجيوا يجتمعوا باش يقفوا يوقفوا تونيسير على ساقيها إن شاء الله، ولكن ظهر لي صعيب. وما شفتش في وسائل الإعلام ولا في غيرها حتى حاجة تأشر اللي أنه هذا باش يصير. وحكيت زيد على إضراب متاع المتعاقدين اللي قعدوا أيامات قالت بيتوا في البنية متاع تونيسير، وقالت مش معقول اللي قاعدين يعملوا فيه، واتهمت النقابيين أنهم بيتين اللي لا يتكيفوا ويلعبوا في الرمي. صافي دي جور 10 أيام نخدم باش يقبلوني نقابات، يجيبولي الناس اللي هم ما همش ولاد تونيسير يعملوا لي سيتين أدوبا من سال دوبيراسيون اللي هي ريسك، هذه فيها ريسك سيكوريتير، يجيبولي لهنا ناس البارح دخان بيتين لهنا 3 أيام دخان ميكلا. سمحني نتكلم ربي باش تعبوا في الرمي باش في ديلا هنا أسكت عليها. سمحني جاوب شكون ما جاوبش. وكاتب عام نقابة عوان الأرض سيد المزوغي نجم الدين المزوغي كان جاوب على الكلام هذا وقال راه مش معقول احنا جوست هما مشاو باش يحكوا معاه. هذوما اللي جاوا هما متعاقدين عداوا اكثر من 6 سنين في الخطوط الطوفيه، جات كورونا وقفوا على خدمتهم، كما احنا كنا وقتها مع الاداره العامه قلنا لهم باهي موافقين انهم يقفوا لفتره بسبب تراجع الحركه الجويه، لكن من بعد يرجعوا، لكن هما بالدلاغه سبقوا راهم مش ضغطوا عليهم هما بركة ضغطوا على النقابات. جاوا بعد ما قابلوا سيد وزير النقل وقابلوا المدير العام للخطوط الطوفيه للخدمات الارضيه قالوا لهم ترقبوا حتى يقع تعيين في دي جي، كي تعين رئيس المدير العام جاوا حبوا يقابلوها، قولوا لهم شنو الحل فيهم هما، هو جدهم غادي حبوا يقابلوها. ما فهمتش توا معقول توا هذا الكلام شنو نقولوا راهو جاوا من برا توا معقول هكا؟ طيب موجوده الشرطه غادي على عين المكان وتعرف اللي هما اعوان متعاقدين. فوالا دونك هذه إجابة النقابة. نحن نعرفوا اللي النقابات في تونس في العشر سنين اللي تعدى وقت اللي يحبوا يوقفوا خدمة راهي باش تقف، فما برشا ناس مش مصلحتهم شكون يجي يعاود يعمل إعادة هيكلة نتاع تونيسير، مش مصلحتهم يخليوها تخدم، ولكن برشا انتقادات للسيدة ألفة الحمدي وللكلام اللي قالته البارحة في الاجتماع نتاعها. باش جوست نقرا لك شوية ناس جوست هذا باش نقول لك خاطر كوثر قالت لي توا قالت لي حتى معناتها اياد زاد كيف كيف معناتها قاعد تتعرض انت توا للانتقادات على الباج فيسبوك خاطر قلت عليها الكلام هذا. ظهر لي ما سبيتهاش، انا تسالت على اسئله هل انه ممكن ماهوش ممكن. دونك معناتها هل الخطاب هذا نجم نصنفوه في كخطاب معناتها بلوز او موان شعبوي ما نعرفش، ولكن معناتها يمكن هي تفاجات بالوضع راهو معناتها حكايه انه المحتجين يجيو يقفوا قدام بيرو البي دي جي رئيسارة في الوزارات، نعرفوا وزارة التشغيل ما عارش قداش من شهر قعدت وزير الداخلية يسرقوا له بتليفونه وزير التربية كانت تفكروا وزراء التربية وقترهم نجي جلول قداش قالوا وحكيوا على وزير الصحة نذكروا كيفاش مشاو له البيرو نتاعو. يعني هذا هو الواقع التونسي، بقى هل انه هذا هو الحل ولا انا مش شوفوا الديمارش نتاعها اش باش تعطي. نقرا جوست شويه تعليق من ناس معروفين شنو كتبوا البارح على الفيديو اللي هبطت للسيده ألفة الحمدي. نقرا مثلا دليله مبارك مصدق اللي قالت والغلب انه فما شكون يصفق ويشكر ويمجد ولفتن بالكذب في كلامها وطبل فيه توش شعبويه، وقالت معناها صدقتوا اللي جايبه اكبر مدير شركات الطيران باش يحكيوا معاها في مشاكل تونيسير، توا في طنبك الكورونا اغلب شركات الطيران ديجا في حاله تكرب مش باش يتلفتوا لتونيسير، وحكيت على قداش باش يعملوا حجر في تونس وحجر كي يروحوا واللي هي حاجه مش معقولة. وقالت يا نانا خدمت 48 ساعة إذا كان بالمجد خدمتهم يا أخي هستارت شنو. قالت شوية أحلام قزوردية وهمية واللي جي يلعب بعقولاتكم يهزكم في الثنية اللي حب عليها وانتوما كيف تحبوا تجربوا. قالت معقول اللي قاعد يصير في البلاد هذية شعبا وحكومة. معز الجوجي قال زادة سيدة هذية على عصابها ورات اللي هي تشعل فيه ساعة ناقصة خبرة تفليم كل يوم باش يخلقوا لها حكاية النقابات فاقوا بنقطة الضعف هذية حسب كلامه هو. وقال اللي الإنقاذ الصعيب يكون بيد شخص واحد فقط اليوم مهما كان هو شكون. وكيف كيف رينا زادة سمير رويفي اللي قال حسب فهمي البسيط لكلامها البسيط في فيديو تحكي فيه وهي واقفة فوق كرسي فإنه سيدة ألفة الحمدي القات حل مشكلة الباركينج في تونيسير والحمد لله، وصرفت من جيبها على الكاترينج بتاع تونيسير لإنقاذها ووزعت الشوكولاتة على المعتصمين في الشركة
كونت فريق استشاري فيه كبار المديرين العامين لشركات طيران عالمية، وهي شركة منافسة تونسيغ، لكن من أجل عيون ألفا يساعدون المنافس. فألفا معروفة عالميا وعندها فضل على مشاريع عملاقة أنقذتها بعصا سحرية. كل هذا يبرر انبهار الكثير بها وتصفيقهم على خطابها الهادر فوق الكرسي. وقال برشا كلام، وقال سيحسدنا على بي دي جي تصرف من جيبها على أكبر شركة عمومية سيادية في البلاد. الله أكبر، نعمة من عند ربي. واللي هي كلام هنا ما تأكل واحد حر في تعليقهم، بطبيعة هذوما تعليق مختلفة متاع ناس مش متاعنا راهو، اي بطبيعة مش متاعنا الكلام هذايا، انا سميتهم كل واحد تعليق متاع عباد معناتها انتقدوا. وفي نفس الوقت ريت عباد اخرين كيما محامين مثلا ملك بن عمر اللي يقول هي امرأة عملت خطاب محلاه وتوري اللي هي تحب تخدم، ولكن النقابات قاعدين يحاولوا بالشيء يكسروهم يخليوهاش تخدم. فما ناس مع هكا وناس هكا، ولكن الاغلبيه كانوا ضد كلامها. باه معناتها جوست باش نقول كلمتين اياد قبل من بعد نعطيك، معناتها احنا نحكموا راهو على الافعال مش على الكلام، معناتها نحكموا على الافعال. دونك طونك ما ريناش افعال اللي ريناه هو كلام، دونك ما نجموش نحكم. معناتها عندي انا مهما كان شكون توا البي دي جي اللي باش يشد تونسير راهو مش تكون اخيب مني موجوده تو. معناتها وصلت للقاع سي بون، وصلت للحضيض، ما عادش نجم اكثر من هكا سي بون. دونك احنا نستناو في الافعال من عند مدام الفا مش في الكلام فوق الطاوله. حاجه ثانيه معناتها جوس ملاحظه تقنيه، معناتها يبدو انه الكلام هذا معناتها تعرف فما كلام يتقال مش ديستيني للعباد الكل، معناتها قاعد ديستيني للعباد اللي موجودين معاك ولا الخدامين اللي يخدموا معاك وكهو. دونك يبدو انه هذاك علاش ريتو نوع من الديسكور هذا، ما تنجمش تخرج في تلفزه تحكي كلام كيما هكا ولا تصريح اذاعي ولا، معناتها التصريح هذاك مش تصريح ومن با تصريح، معناتها واحد يحكي مع الخدامه نتاعو، تصور واحد صورها وهبطها. دونك الكلام هذاك موجه جوست للعباد اللي تخدم فقط، مش للعامه نتاع العباد الكل. اياد اي هو معناتها انا يمكن نتصور انه فما زاده ان استراتيجي دو كومونيكاسيون. لا هي مش عملتها باش تهبطها ايضا، ما لا انا شفت هما مصوره برشا مصوروا فيها وتشوف فيهم يصوروا يعني عادي. معناتها ما نتصور انه حابه تعطي لنفسها صوره المراه القويه اللي اختارت انها باش تدخل في مواجهه مع النقابات. هذا ينجم يعطي النقاط في الراي العام، برشا ناس باش يعجبهم الكلام هذايا، ولكن هل انه هذايا باش يسهل الحوار الاجتماعي في تونسير وتطبيق البرنامج؟ يبقى سؤال، تو نشوفوا نتائجه فقط. واضح، يعطيك صحة، يعطيك صحة هجر، يعطيك صحة.